بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. احنا مكملين مع حضراتكم يعني الغوص في معاني وتفاسير سوره الحاقه، والنهارده هنوصل لل هيمسك كتابه بايه؟ بشماله للاسف. مين هم؟ يعني لما نقرا الايات وانه يعني بيقولوا انه هلك عني سلطانيه، وانه الفلوس ما نفعتهمش، ولا السلطان ولا الملك ولا الحكم ولا اي حاجه خالص، تحس بانه امر جلل وكبير، وانه ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر يعني في كتابه الكريم انه يعني من اول من الصغير للكبير خالص هيبقوا في موقف مهيب ومرعب ومخيف، فنقول كل حاجه في الدنيا ملهاش قيمه امام هذا الموقف. فضلت الشيخ محمد ابو بكر، ازاي حضرتك؟ حياك الله وبياك وجعل الجنه مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، كل امين. امين يا رب العالمين. استعاذه بالله من كل شيطان، وبسمله بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاه والسلام الاتمان الانوران الاكملان الازهران الاعطران المشرقان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. وترضى اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه اجمعين وامهات المؤمنين، وعمنا بالرضا والفضل معهم يا اكرم الاكرمين. وبعد، واحنا في الكليه كان في بعض الاساتذه كده يعني رحم الله من مات منهم واطال الله عمر من بقي وحسن عمله، كنا نقول لا يمكن حد يسقط في مادته ابدا. من مين؟ من بعض اساتذتنا كده، الاستاذ فلان لا يمكن حد يسقط في مادته بينجح ابدا. فتخيلي يوم القيامه لا يمكن حد ياخد كتابه بشماله او وراء ظهره الا من انعدم الخير كله. يا ساتر يا رب. تاني، كل شيء بقوله لك دلوقتي، ومش معنى كده ان انا بفتح لك باب المعصيه، لا، كل شيء مع الله سبحانه وتعالى ادام بعدت عن حقوق العباد فاستبشر خيرا. وخدي بالك والمشاهدين معايا ان محدش هياخد كتابه بشماله الا من وقع في حقوق العباد. متخيلة؟ اللي هياخد كتابه بشماله او وراء ظهري ده مين؟ ده بتاع الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض. انت جايبها من الاول بقى، واكل اموال الناس بالباطل. من الاول فين؟ الغيبة والنميمة. ما انا بقول لحضرتك اهو، كل ما له اتصال بالإنسان بغض النظر عن جنسي وديني ولونه ومعتقده هو ده اللي يخليك تاخد كتابك بشمالك، هو ده اللي يخليك تستحق أن يصدق فيك قول ربنا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خلاص؟ هو ده اللي يخليك تبكي يوم القيامة وتقول: يا ليتني كنت ترابا. خدوا بالكم، الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى لن يتجاوز فيها أبدا، لا صلاة هتنفعك ولا صوم هينفعك ولا حجة هينفعك ولا زكاة هتنفعك ولا صدقة هتنفعك، مفيش حاجة هتنفعك قصاد حقوق العباد. ولما الشيطان يلعب لك في الحتة دي بالذات ويقول لك أصل هو الصلاة بتاعتك كتير، أصل الصيام، حط نصب عينك أعزكم الله المشهد اللي بنشوفه في العيد الكبير، لما تلاقي خروفين بينطحوا بعض أو عجلين بينطحوا بعض، هذه الكائنات كلها يوم القيامة ليس عليها حساب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يوقف الخروف ده عزكم الله قصاد الخروف ده علشان ياخد جزاء ده من ده بالنطيحه دي، وبعد كده يقول لهم كونوا ترابا. فاذا كان ده في حال كائنات ليست مكلفه
لا عقل لها، لم يرسل إليها رسول، فكيف الحال بنا طيب. نحن؟ يعني احنا في ميزان طبعا، وفي حسنات بتذهب سيئات، نعم. وفي حاجة ممكن تطب، فمثلا الصلوات تشفع في حاجات معينة أو كذا، إلا حقوق العباد يعني حضرتك بتقول ولا حاجة هتشفع ولا حاجة خالص هتطب خالص بالبتاع خالص قدام. خالص خالص. طيب ال 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 هل ال ال في حاجات في الغيبة والنميمة تعدي؟ لا يعني في لت وعجن ملوش لازمة، لا مش مؤذي، لا تعدي. لا ستات كده ما راكية تعديش، وخلاص لا ما تعديش، طيبين. لا ما تعديش، لا 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 بحاول اجيب لكم لا 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 اي اسمعي، رأفة، شوفي شوفي، انما في حاجات ما تعديش، في لا لا ظلم لا بقى لا باين، في اسمعيني بقى، واحدة لا لا بتلسن، في اسمعيني اسمعيني بس، الله يصلح حالك ماشي. وحالك، الله يرضيك، الله يبارك فيك، حاضر الله حاضر يسترك. حاضر. لو في حاجة تعدي من لت النسوان اللي انت بتقول عليه، هم خلاص اصل كده انا بسمعه كتير، خلاص، فيعني يبقوا معلش معلش طيبين. معلش، احنا مأمورين نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه صح وسلم، صح؟ صح طيب بنهزر يا شيخ، اديني يسر يا شيخ، خليك رويح يا شيخ، ساعة وساعة يا شيخ، طيب خلاص ده دينكم انتوا حرين فيه، انما حطوا نصب عينكم كده لما يقال على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل من، عشان تبقوا عارفين بس مين اللي قالت، اللي قالت المرأة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، السيدة عائشة. اللي قالت، اللي النبي قال لها عبارة ما أظنش في واحد في الدنيا قالها لزوجته، قال لها إنه لا يهون علي الموت أن أريتك زوجتي في الجنة. تخيلوا النبي بيقول لها اللي مهون علي الموت يا عائشة إن أنا عرفت إن أنت زوجتي في الجنة، تخيلي، ومع ذلك بتهزر هزار. فبتقول على السيدة الصفية إن هي إيه؟ قصيرة. قصيرة. فغضب النبي واحمر وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف الصحابة ذلك في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمر وجهه جدا، أوداجه كانوا يقولوا. وتنتفخ أوداجه، خدي بالك، ونظر إلى عائشة وقال لقد قلت كلمة لو مزجت يا بماء ستي. البحر لمزجت. يعني لو مزجت بماء البحر لمزجت، عارفة يعني ايه الكلمة دي؟ يعني لو اتحطت في المية الصافية تعكرها. هزار هذا دي القصيرة. هزار، مجرد كلمة عادية اهو. هل بقى النبي متشدد؟ ها، هل لا خلاص، النبي، هو ده اللي خلاص، ده اللي خلي بالك، يعني ولذلك دي الصحابي، القاعدة. الصحابي يا ست دعاء لما راح سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي الغيبة، قال له ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما ايه، التخينة بما الكذا يكره، ده التخين، أبو أربع عيون، أبو طويلة، فمن، فالصحابي حب يستفسر خلاص كده، علشان عارف ان في 2023 الاستاذه دعاء هتقعد في الاستوديو مع الشيخ محمد وتطلع عينه، فقال له ارايت ان كان فيه، ايوه قال فقد اغتبت، وان لم يكن فيه فيه فقد بهت. قال له فقد بهت. خلاص طيب، يبقى نرجع تاني، ايوه اللي يؤتى كتابه بشماله او وراء ظهره مين، ها خلي بالك، متفقين اهو، الناس اللي بتاكل اموال الناس بالباطل، ماشي. الناس اللي بتاكل اموال اليتامى، الناس اللي بتاكل الحقوق، الناس اللي بتاخد في الاعراض، الناس اللي بتغتاب، الناس اللي بتنم، الناس اللي بتظلم. ولذلك العجيب عباره كده حطيها عندك مفاجاه، ايه الحاجه الوحيده الذي اخذ الله العهد على نفسه بل وأخبرنا بأنه لا يملك مغفرتها ولا يملك أن يسامح فيها رغم أنه مالك كل شيء، حقوق العباد. تخيلي، يعني ما تجيش، عشان بس أقول لكم، عشمي في ربنا بالحج بتاعي إن ربنا لا هيعفو بس احنا عني، لازم يبقى عندنا عشم في ربنا طبعا، على راسي، حسن الظن لا بالله. لا 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 استني بس، الله يرضيك، حسن الظن في الله في الامور اللي بينك وبين ربنا، لكن انا ما كملتش عبارتي، ماشي. عشم في ربنا ان انا الظلم بتاع دعاء فاروق، انا هوقفت حجات كتير، ربنا يقول لك لا يا حبيبي، مش هينفع، طبعا مش هينفع، دعاء فاروق لو ما سامحتكش يوم القيامه انت في النار مهما كان درجتك ومهما كان. ولذلك شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى، عشان تشوفي يعني سبحان الله العظيم رحمته بينا، يؤتى بعبدين يوم القيامة، اتنين يوم القيامة، أما الأول فيقول يا رب
خذ لي مظلمتي من هذا، خذ لي مظلمتي هتلحقي. فربنا سبحانه وتعالى يقول له عبدي يعني ترقف بقى اخوك، اخوك ما فيش الله ابيض خلص. ما هو شتم هذا وسب هذا وسب هذا واكل مال هذا واكل مال هذا فيقول له يا رب خذ من سيئاتي فاطرح على سيئاتي. انا مالي، خف من عليا شويه. فربنا سبحانه وتعالى يقول له انظر فوقك، شوف القصر الحلو. فينظر فيرى قصرا منيفا مشيدا ما رؤي مثله قط، فيقول يا رب لاي نبي هذا او لاي صديق هذا او لاي شيء، يقول لمن دفع الثمن. ومن يملك الثمن يا ربي في هذا اليوم؟ انت بعفوك عن اخيك. فيقول له يا ربي اشهدك اني قد عفوت عنه. فربنا يقول له خذ بيد اخيك وادخل الجنه. سيدنا النبي علق تعليق بقى على الحادثه دي فيقول ايه؟ ان الله يصلح ذات بينكم فاصلحوا بينكم وبين ربكم. الله. طيب لو حقوق العباد يا استاذه دعاء مش مهمه، ما كانش اخر حاجه تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا ايه؟ اخر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليشهد. أيوة. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتم. ومن كنت اخذت من ماله فهذا مالي فليأخذ منه. طب الناس اللي تبقى عايزه ترجع الحق وتعتذر وتعمل ويقول لك مش مسامحك برضه. طيب شوفي يا ستي، يعمل اللي عليه ويقول له ندمت يا اخي، ندمت انا حقك على راسي، مش عارفه، يقول له مش مسامحك. طيب برضه يبقى ذنبه ايه بقى؟ طيب خلصتي؟ ماشي. طيب خلصت. طيب هو الجرم، الجرم يكون في مقابله الاعتذار على قدره. افرض حد عمل جرم وعايز يعتذر على راسي، وهو مش راضي يسامحه على راس، يعمل ايه يعني؟ موت نفسه. هقول لحضرتك حاجه بس، هقول لحضرتك حاجه بسيطه. اظن قلتها لك قبل كده بيني وبينك. انا من بولاء ابو العلا. خلاص كده. وكنت اعمل امام مسجد سيد السلطان ابو العلا لمده 5 سنين. وكنت في حلقه من الحلقات في برنامج سابق على حضرتك مع اختنا الاستاذه لمياء. وبعدين كنا بنتكلم على قنطرة المظالم. أيوه. قنطرة المظالم. ولما جات لك واحدة ست كلمتك بعدها؟ لا ده راجل. أو راجل قعد يرن 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 وأبوس إيدك عايزك دلوقتي. حاضر. نزلت أؤمرني. طبعًا بعد ما قلت أنا جاي تعبان. لا معلش. إيه القصة؟ القصة كان عايش هو وزوجته سعداء. خلاص؟ زي الفل. طيب. وبعدين في غيرة. من المعاملة الطيبة ومن الألفة ومن فبدأوا إخواته يوسوسوا له. طيب أغرت الصدور، فلما أغرت الصدور أصبح الفراق لا محالة، خلاص هيبقى في طلاق. لكن التفكير في القايمة كانت كبيرة قوي والمؤخر. إزاي؟ فالراجل ده كان تاجر كان مشهور جدا. المهم فالست معتاده الحاجه او زي ما بنسمي احنا زوجات التجار في بولاق، المعتاده ان الصبي بيطلع او اي حد من المخزن بيطلع او من المحل بيطلع، الحاج بيقول لي كاتي كذا، الحاج بيقول دخل كذا طلع كذا. المهم فعندها غاز، فالحاج قال لي خش غير الانبوبه، قالت خش يا ابني، هي مش في دماغها خالص. فعملوا ايه بقى؟ وقد دبر الامر. وخرجت المراه بايه؟ بفضيحة. يا دينا. هي بريئة منها يعني. براءة الذئب من دم ابن يعقوب. جردت من أولادها عشان إيه؟ خلي بالك. عشان يأكل حقه. وجردت من مؤخرة، سيبك من حق وزفت بقى دي، ما فضحها عشان خدي بالك من مؤخرة وقيمتها. وبعد الراجل لما سيب خلاص بقى وطلقت، واستمر حوالي 3 سنين أو 4 سنين لحد ما سمع الحلقة وربنا يعني قذف الهداية في قلبه، وبقى يسأل نفسه الحج والصلاة والصوم ده كله ملوش لازمة؟ لا. انت هتقف قدامها على قنطرة المظالم هتشدك دخلك جهنم. بالطيارة؟ لا بالصاروخ. فقال لي لما جاني قال لي انا على استعداد ادي القايمة في 100 ضعف، مؤخر في 100 ضعف، بس تسامحني. فلما رحت لها قالت له عرضي وفضحتي وولادي صح وحرقة قلبي وبكايا ربنا كل ليلة. هو عايز يديها في السر لا بعد ما فضحها في العالم قدام الناس، بس مين بقى؟
ما هو مين بقى النهارده طب يعترف كام ان هو واحد عمل عرف؟ كده؟ كام واحد عرف؟ لا هو هيرضيها، هيرضيها انما نفضحها معايا بس كده، من تحت لتحت. هيرضيها خلاص كده هيرضيها. فقالت لي طيب انا سماح مش هسامحه ابدا صح الى ان القى الله، بس هو يستطيع ان هو يعمل صوان في بولاق زي اللي كان عامله لابوه، وكان جايب فيه الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ويدعو فيه الناس ويذبح ويقف كده قدام الناس ويقول ويقول انا ظلمت الست دي وحصل كذا 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 من اخواتي. فالراجل قال لي اؤمر بما يستطاع يا شيخ. تمام. قلت له لا هو ده اللي يستطاع. فهنا معلش كان اخونا ده قعد فتره كده، هو ربنا الحمد لله يعني الف يعني بكلام كتير قوي وبرايح وجاي عمل وحد كده ربنا، لا ربنا يجعلني والف بين القلوب، وقعدت رجعوا اكلمها لبعض. في السماء، لا 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 في السماحه والعفو والاعتذار ويعني حاجات كتير قوي. لكن انا هقف نقطه، خلي بالك كان قاعد بقى حوالي 6 7 8 شهور اللي انا عمال بذل فيهم الجهد معاها ان هي ربنا الف قلبها، كل ما قابله استاذ والله سأل الشيخ محمود ابو بكر قلت لها ابوس على رجلك مش راضيه. فاستاذ في الدعاء يا سلام، ومن اعتذر اليه فلم يقبل لا العذر لا فهو بس السبب، شيطان. لا هو شيطان ايه؟ لا لا انت السبب، بتاخدي اخر لقطه ليه؟ لا صح كده عنده بتاخدي حق اخر لقطه ليه؟ لا، انما احنا ساعات نتكلم على الاخوات، على بس لكن خناقات عشان كده عاديه. بقول الاعتذار يا جماعه. ايوه الاسلام حبب الينا العفو وحبب الينا الصفح، قال فمن عفا صح. واصلح فاجره على الله. بس فمن عفا واصلح في ايه بقى؟ خلي بالك في امور بسيطه، صح. لكن خلي بالك طب وهي في الاخر وافقت؟ والله يا سبحان الله العظيم مش وافقت، هي قالت لي انا مش عايزه منه حاجه خالص، ما خدتش بقى مش عايزه، ده مش عايزه منه تعويض. حاجه، مش عايزه منه حاجه خالص 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 خالص. ولكن شوف طب والله هقول كده لك حاجه، اتفضلي. ساعات المحكمه تقول لك ايه، احنا ماشي بس في حق الدوله او في حق مدني او في حق كده، الست قالت لا او كده، ربنا بقى في الاخره هيقبل ان بقى. شاء عفى عنه وان شاء عذبه، لكن اثق ان الله سيعفو عنه لان صاحب الحق قد عفى. يعني صاحب الحق الاصيل قد ايه؟ قد عفى. خلاص صاحب بس هي الحق ما هنا خدتش حاجه، خالص نهائي، خلي لا بالك خدت فلوس ولا خالص خدت تعويض خالص ولا ولا ترد رجعت، لها لا حق خالص اعتبار خالص، قدام لا الناس، ترد لها حق الاعتبار قدام الناس الناس. كلها عرفت. نعم طب نعم ماشي وقالت كفى، وقالت ايه خلاص، كفى، هو ده الاهم. ومش عايزه شيء، ومش احسن عايزه ايه، بص ومش بقى، عايزه شيء. لكن انا بقول لي الكلام دوت لان ناس كتير قوي بتفتكر ان مجرد الاعتذار لا يكفي. يعني معلش تلاقي واحد كان مدير عام اتشهر بيه لا ونزل لا من لا مكانته واتنقل لاخر الدنيا، وبعد كده يتقال له ايه معلش بقى عفوا ست، مصر. بقى ست مصانف بيتها والحاج جوزها يدخل لها واحد بتاع انابيب طارق ويتهموا فيها، بلاش دي، بلاش دي. عيب. ولما نروح ايه ده؟ معلش كده، ولما نروح للمأذون ونمضي الست على الإبراء وهي ما أبرأتش بيعملوا ده العادي بقى، لا أنا بسألك، ما دي ده حقوق العادي. يا ستي، إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن حقوق. طيب هنا بقى معلش نخلص وقتك، ها؟ لا هاخد اصل في طيب تليفونين طيب ما قبل قاعدين من الصبح. التليفونين معلش، هنا بقى هنا عشان بقى تفهمي الآيات، ها؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ليه؟ لأنه أدرك أنه لا عفو ولا مسامحة في حقوق العباد. ها؟ خلي بالك، يا ليتني لم لم أوت أوت كتابيه كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. أنا مش عارف بقى الحساب بتاعي، يا ترى دعاء هتعفو ومي هتسامح، ولا دعاء هتعفو ومي مش هتسامح. خلي بالك وبعدين يا ليتها كانت كانت القاضية. القاضية، بمعنى ايه يعني بقى؟ مؤجلة ما جاتش دلوقتي، ها يعني كانت تبقى قدام كانت شوية، خلصت ساعتها كانت او خلصت كان ربنا انتهت. خلص خدي بالك بقى، ذنبها فيا في خدي الدنيا بالك، كده يعني. ما أغنى عني مالية. فين الفلوس اللي كانت متلتلة؟ ما هو ده ليه 1000 جنيه عايزه النهاردة، انزل هاته من جهنم. ها هلك عني سلطانية. ربنا خلي بالك جاب الحاجتين اللي احنا بنفتري بيهم اللي هو المال والقوة والسلطان والجاه، صح. ها الجنيه والكرنيه، خلي بالك ها وصلت كده. هلك عني سلطانية. خدي بالك بقى، ها ايه الجزاء؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الفضيل بن عياض رضوان الله عليه وارضاه يقول عندما يقول الله
خذوه فغلوه يتبادره 70,000 ملك كلهم يضعون الأغلال في أعناقه وفي يده وفي قدمه ليسحبوه إلى جهنم. 70,000 ملك. هي يعني تفسير خذوه فغلوه دي كده يحطوا أغلال 70,000 ملك يجوا علشان ياخدوا ده بس، يحطوا الأغلال في عنقه والسلاسل في إيده ورجله. ما هو خد بالك، خد بالك، احنا متفقين من أول لقاء خالص في السلسلة دي إن احنا مش هنقول من عندنا. القرآن يفسر بعضه وإيه بعضه، مش كده؟ التفسير ده جبته منين؟ نجيبه، نروح بقى، نروح بقى. ربنا يقول له إيه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. طب ده المال والجاه، أما جبتوا الأغلال دي منين والسلاسل؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جبتوا التفسير ده منين؟ ولهم مقامع من حديد. تخيلي، تخيلي مقامع من حديد دي اللي هي ايه؟ تربطوا يعني لبس من حديد. قطعت لهم ثياب من نار. يا ساتر، امال ايه؟ كل حياتهم جهنم، حقوق عباد. عبد طالما بكى لله، طالما سجد وقال رب إني مغلوب. أمال بقى نتنياهو ده هيجرى له إيه؟ لا دي قصة تانية بقى، دي قصة. أصل بقى ليس بعد الذنب، ليس بعد الكفر ذنب يذكر. ده راجل كفر وكفر وقتل إيه؟ خلاص بقى بعد الكفر إيه؟ لكن إحنا بنكلم الناس اللي بتصلي، الناس اللي زبيبة الصلاة منورة، الناس اللي بتحج كل سنة، الناس اللي بتتصدق، الناس اللي بتزكي، الناس اللي واقفة في الصفوف الأولى. خدي بالك بقى، ستر يا رب. خذوه فغلوه وبعدين ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هو ده التفسير اهو. ما هو 70، ما انا بجيب لك بقى من الباقي. ها انه كان لا يؤمن بالآية. ده هو كان كافر؟ لا، ما هو الكفر نوعين، كفر النعم وكفر كفر النعم وكفر العقيدة. طب ده كفر النعم، كفر نعما، كفر نعما، عرف ان ربنا قال له حق العباد، قال لك يحلها ربنا، ربنا غفور رحيم. يا ترى من يعيش؟ هو انت السيدة زينب؟ هو انت سيدنا الحسين عشان تدعي عليا؟ خدي بالك، خدوا بالكم، وكم من قضية اغلقت في الارض ولكنها ما زالت مفتوحة في السماء. في اخت كان بتحكي لي، بس هقول لك تقول لي، بقول لاخويا قال لها روح اشتكيني. واخد ورثها لا بيروح اشتكيني. حصل هي اشتكتك ودي النتيجه يعني. لا 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 والله انا روح اشتكيني عنده. روح اشتكيني. ما عرفتش تاخد حقها بالمحكمه، قالت له ده انا. لا يا اختي روح اشتكيني. عشان كده، عشان كده لما بيجيني حد منتصر حبتين في اي خلاف، وصل امانه، امور زوجيه، ويقول لي بص يا شيخ وجبت المحامي فلان عقر، اقول له تمام، بس خد بالك ان كلام القاضي مش كلام نبي ولا قرآن. القاضي حتى لو كان النبي حكم باللي قدامه، باللي شايفه فلو في تلاعب هو هيعرف منين؟ ملوش دي. ما تقوليش الحكم عنوان الحقيقة، لأن يوسف كان في السجن وهو بريء. خد بالك من ده كويس قوي. طيب امال ايه القصة؟ القصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا ست دعاء. وبعدين كان في واحد بسبع تلسن كده، خلي بالك زي حالاتي كده يعرف يتكلم. فأقنع النبي فقضى له رسول الله. لكن النبي شعر ان الحق مش بتاعه، حتة الأرض مش بتاعته. فأم قايل بالعبارة كده بسيطة، يختصم إلي الرجلان منكم فيكون أحدكم ألحن في حجته من حجة أخيه، فلا يقولن قضى لي رسول الله، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. يا ساتر، نورتني يا ست دعاء. نرى الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان. كان في المعلومة اللي في دقيقة نسيتيها؟
نسيتي. طب ما انت وانت بتبطل كلام يا فضيله الشيخ. طيب يا طب هسالك انا على طول بسرعه، يلا التشهد اللي في النص ماله؟ لو نسيناه نرجع تاني نجيب الركعه ولا ما نرجعش؟ لا ما نرجعش. ليه؟ لان التشهد اللي في النص ايه؟ سنه، والركعه فرض، فننزلش من الفرض للايه؟ للسنه. للسنه. لكن السنه اذا تركت تجبر بسجود السهو. نسجد. نسجد للسهو. سجدة السهو. طب سجدة واحدة؟ سجدتين. سجدتين. سجود السهو اسمه سجود السهو. ماشي. طب نسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ خليها الحلقة الجاية. ينفع كده وينفع كده. ماشي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندنا فاصل قصير ونعود.